طيب هنبدأ نتعلم ازاي نقدر نعمل ابديت. فاحنا في الحتة بتاعت الابديت احنا عندنا two approaches ان احنا نعمل بيهم الابديت. اول اتجاه ان انا بعمل بيه ابديت ان انا ممكن اقول له ان انا اريتريف وابدأ افايند الدوكومنت اللي موجود عندي خلاص. ثم بعد كده هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ بعد ما عملت فايند لي الدوكومنت اللي موجودة عندي ابدأ اعمل ابديت عليها. الابروشز التاني او الاتجاه التاني ان انا ببدأ اعمل ايه؟ بعمل ابديت دايركت على الداتابيز وجاست ان هو يعمل لي نوتيفيكيشن ان انا ان عملية الابديت تمت بشكل سليم وتم الموضوع بنجاح. طيب علشان نقدر نعمل الكلام ده خلينا نشوف ازاي نقدر نعمل الكلام ده. طيب اول حاجة هبدأ اعمل ميثود اسمها think function اسميها update course واكيد هتاخد مني الاي دي خلاص. طيب اتبعنا اللي احنا الاتجاه الاول ان احنا هنقدر نشتغل عليه الدايركشن الاولاني ان انا هبدأ اعمل query first ابدأ افايند الحاجه اللي انا عاوز اشتغل عليها خلاص وهبدا اموديفاي البروبابيلتيز بتاعتي ثم هعمل سيف لي الداتا خلاص. طيب ده الاتجاه الاولاني. الاتجاه الثاني ان انا هعمل ايه؟ ان انا بابديت دايركت بابديت دايركت لمين؟ تو داتابيز خلاص. وعندي اوبشن ان انا ريتيرن مثلا ان العمليه نجحت ولا لا فهيرجع لي مثلا واحد ان هي الدنيا كده ايه اوكي. طيب تعال نشوف الاتجاه الاول والاتجاه الثاني ونبدا نشوف نقدر نعمل التو دايركشن دول ازاي. اوكي طيب ده كده كل اللي انا محتاجه. هعمل ايه؟ الموضوع سهل. سواء انت هتريموف اصلا او هتابديت انت لازم تجيب كونستنت هقول له مثلا الكورس ده الدايركشن الاولاني ان انا هفايند وكده كده هعمل اويت لان دي في النهايه بتريتيرن بروميس هقول له كورس دوت فايند باي اي دي. اوكي وادي له الاي دي اللي انا ايه ابعته له هنا من البارامتر بتاع الميثود بتاعتي. طيب خد بالك انت هنا هتيجي تقول له ابديت اهو لازم تبصي له الاي دي باي ديفولت الاي دي هنا اللي بيتكريت اسمه اندرسكول اي دي خلاص. فهاخد الاي دي اللي هو جنريتد ده و ابصيه ك اسم ده واسم اوبجكت اي دي كده الدنيا تمام. اوكي طيب طبعا انت ممكن تعمل ايه؟ والله تبدا تعمل كونديشن والله لو الكورس ده ما كانش موجود مش محتاج تكمل فممكن تقول له ايه ريتيرن دايركت على طول. اوكي طيب ده كده الثابت اللي احنا هنعمله. طيب اعمل ايه بعد كده؟ تعالى نبدا نابديت البروبرتيز بتاعتي فاقول له والله الكورس دوت ايه انت عاوز تابديت مين؟ عاوز تابديت مثلا ان الاوثر هتخليه رسول. اوكي كورس دوت عاوز تقول ان الاز بابلش هيبقى ايه ترو. طيب دي طريقه اقدر اسيت بيها البروبرتي. عندي طريقه تانية اللي هي ايه اسيت الكلام ده كانه اوبجكت مره واحده فهلاقي عندي حاجه اسمها كورس دوت سيت اقول له كورس دوت سيت مشو ده اهي هبعت ايه هقول له والله الاوثر بتاعي اسمه نحطه بقى بين دبل كوتيشن رسول والبروبرتي اللي اسمها از بابلشد بقت بايه بقت بترو خلاص. طيب تستخدم ده وات ايفر الطريقه اللي تعجبك. اوكي انا دايما بحب اعمل انكابسوليت للحاجه مره واحده. اوكي طيب بعد كده هعمل ايه؟ انا محتاج اسيف الكلام ده فهقول له اويت بيس اويت الكورس بتاعي دوت دوت سيف كيبورد خلاص. هو اقدر استور الكلام ده
ك result عندي، وهقول له console.log ارجع الريزلت بتاعتي. اوكي، وتعال نتست. تمام، فكده خلاص رجع لي الاوبجكت ده وعمل له ابديت. تعال بقى نشوف على الليفل هنا، احنا شغالين على which database اللي احنا شغالين عليها. database name، اوكي، database name courses، عمل لي ابديت لمين؟ لرسول. ويز ببلشت بقت ايه؟ بترو. طيب ده الاتجاه الاولاني. طيب الاتجاه التاني ان انا اعمل ايه؟ اعمل ابديت دايركت في الداتا بيز اللي موجود عندي. اوكي، تعال بس نعمل موديفيكيشن في الميثود اللي موجود عندي. باي ديفولت انا هقول له ايه؟ ابديت دايركت على طول. اوكي، طيب هعمل ايه؟ الغي بقى كل ده و هاخد بس الاوبجكت ده اللي انا عاوز اعدله. الراجل ده بياخد ايه؟ الميثود بتاعتي اللي اسمها ابديت، بياخد مني الكونديشن بتاعي اللي هو الاوبجكت، هقول له ايه؟ كان اسمه اندرسكول اي دي، ياخد كلمه القيمه بتاعت الاي دي، ثم بعد كده كما الاوبجكت اللي انا عاوز ابصيه. اوكي، طيب الاوبجكت ده هيبقى اسمه ايه؟ دولار ساين ست و علامتين كولون. وطبعا دولار ساين ست ده المفروض ده يكون موجود جوه ده قفلته، بس لازم يكون جوه اوبجكت. اوكي، ف كده فتحت الاوبجكت اهو، كما فتحت اوبجكت. اوكي، هبصي اوبجكت تاني بقى اهو. اوكي، ده كده شكل ايه الابديت اللي موجود عندي. خليه رسول، هنخليه محمد مثلا جراح. اوكي، طيب تعالى نشوف الابديت عندنا. وطبعا لو انت عاوز خد بالك بقى، انت لما تعمل هنا ده مش هيرجع لك اوبجكت، ده هيرجع لك ريزلت. فلو جيت هنا انت تقول له كونسول دوت لوج، شوف بقى الريزلت بتاعتك. اوكي، نرن. طيب ده هيرجع لي الريزلت بتاعتي، بيرجع لي واحد ان الدنيا تمام زي الفل. ممكن واحد يقول لي طب انا عاجبني الاتجاه ده، بس انا عندي ميثود تانية اسمها فايند، اسمها فايند باي ابديت، فايند 1 اند ابديت، فايند باي اي دي اند ابديت. خلاص، فهجيب له فايند هيرجع. هنا بقى ما بقاش ريزلت، هنا بقى كورس، وهنا بقى ايه؟ كورس هيرجع لي. تعال نشوف. رجع لي ايه؟ الداتا بتاعتي. وطبعا الابديت هنا كورسز خلاه محمد ايه؟ جراح. اوكي، ده كده يا جماعه الابديتنج اللي احنا بنشتغل عليه في الدوكيمنت بالاتجاهين، سواء هتعمل تفايند وبعد كده تابديت، او تعمل ابديت دايركت على الداتا.